مساء الخير يا جماعة، عايز أتأكد إن الصوت تمام وواضح. مش عارف أصلا، بجرب السماعات دي أول مرة، ف مش عارف الصوت هيبقى تمام فيها ولا إيه الدنيا كده. مشكلة إن الواحد دايما لما بيكون عنده استوديو، وغالبا يعني لما بكون عندي استوديو ماتش على طول بعدها، فبيكون بكون بضطر اسوق بعد ما الماتش يخلص، فبضطر ان انا اطلع لايف او اي حاجة عموما، اي ردة فعل بتكون متأخرة شوية. فمعلش يعني، انا اسف ان اللايف متأخر شوية، لكن قربت تسامحوني. عايز اقول حاجة طبعا، هارد لك لنادي الزمالك الخسارة، ومبروك للهلال. هو اللي كان الطرف الافضل في رأيي، كان الفريق اللي قدم مستوى احسن، ويعني فوزه بالمباراة ما يعتبرش غير مستحق ولا حاجة. بالعكس، هو الفريق اللي استحق كان أقرب للاستحقاق يعني من أي حاجة تانية. بس عايز أقول حاجة، إن أنا كنت المباراة طبعا هي كانت مباراة مهمة، يعني خسارة الزمالك هي خسارة لكاس كان الأفضل إن هو الزمالك طبعا الأحسن إن هو كان يفوز بالبطولة ده أكيد. لكن مش عايز أقلل أو أحاول أصور إن هزيمة مش محزنة ولا حاجة، بس أنا كنت خاين نفسي هزعل أكتر من كده، مش عارف ليه. حسيت يعني ان انا مش خارج، طبعا اكيد ما احبش الزمالك تبقى طالع خسران، بس حسيت ان انا مش بهذا الحزن اللي كنت متخيله. الشاي من غير نعناع يا حسن. فدي برضو حاجه كويسه، يعني حاجه يعني زي ما الواحد يقول قضى اخف من قضى يعني. فالحمد لله على كل حال. وفي النهايه الهزيمه بركله الترجيح اللي الزمالك لعبته. الزمالك فاز ببطولات كتيره قوي في تاريخه بركله الترجيح، اللي هي الواحد لما بيكبر في السن. زمان كان دايما نسمع ركلات الحظ الترجيحيه مع المعلقين، بعد كده تكتشف لا، ان الموضوع قدرات، وان ازاي ان انت تبقى مركز في حاجه زي كده، ومهم جدا ان انت تبقى مميز فيها. فالنهارده مثلا الزمالك ما كانش مميز فيه، عشان كده خسر ركلات الترجيح. على غير العاده الزمالك اللي هو لعبته بتبقى مركزه في موضوع ركلات الترجيح، خسر بطولة كانت هتبقى حلوة طبعا، مفيش كلام، لكن في النهاية قدر الله ما شاء فعل. وفريق الزمالك ما كانش بيلعب فريق سهل أبدا، الهلال فريق قوي عنده نجوم كتيرة، ولو إنه يعني بدل الواحد إن هو مش فريق اللي الواحد يخاف منه بهذه الصورة. يعني فريق هجومين قوي جدا، فريق دفاعين متاح، يعني ممكن جدا إن أنت تقدر تهزمه. يعني الزمالك خد المباراة دي بحاجة كده أنا حسيتها شوية، يعني أنا مش عايز إن أنا أقصو على جدو فريرة، لكن حسيت إن الفريق ما اتدرسش كويس، الهلال ما اتدرسش كويس. يعني الهلال وهو بيلعب ضغط عالي، يعني مش ضغط عالي، خط دفاع عالي هاي لاين، تحس إن الزمالك ما كانش مجهز نفسه للسيناريو ده. في الشوط الأول بالذات كتير قوي كتير قوي كان الزمالك عنده فرصة يلعب كرات في ظهر الدفاع، وما كانش الفريق مهيأ لهذه النقطة. يعني الهدف جه من الحاجة القصة دي، لكن القصة دي ما اتلعبتش كتير، ما شفناش الموضوع ده مكرر مستمر بشكل مكرر بنفس الطريقة. ثواني كده اشوف بنتي محتاجة حاجة ولا ايه، مش في حاجة، اطلع من هنا روح عادي عادي، مش ما فيش مشكلة. فتحس ان الزمالك في اللحظة دي ما كانش ايه مهيئ للطريق، او ما كانش جاهز نفسه 100%، او ما كانش دارس، ما كانش متوقع النقطه دي، حسيتها كده. لانه دي كانت نقطه يعني كانت ممكن جدا الزمالك ينفذ منها الى دفاعات الهلال اللي ما كانتش بنفس القوه اللي هو انا لا ما قلتش قوه لحكم واحد متخيله، لان حتى وانا في الاستوديو التحليلي كنت بتكلم انه الهلال مش بهذه القوه الدفاعيه الكبيره، يعني عنده مشاكل، عنده في غياب كمان المدافع الكوري الجنوبي جون سو، اعتقد لا الجحفالي والبلي مدافعين مش قوي مش اقوياء. فدي نقط مهمه، او دي نقطه مهمه، حسيت ان في بعض عدم الدراسه الكافيه للفريق المنافس. حاجه تانية، الزمالك خاض المباراه باللعب بخماسي دفاع او بثلاثي، فدي نقطة أنا شفت إن هي كانت منطقية جدا أمام فريق بيلعب بطريقة 4-3-3، فريق بيلعب الطرفين باكين بتوعه هما اللي بيفتحوا الملعب، والجناحين بتوعهم بيدخلوا في العمق، كل واحد ليه استخدام. موسى ماريجا شرحنا في الاستوديو التحليلي بتاع قناة أون تايم سبورت لو حد كان متابع، إنه موسى ماريجا مهاجم تاني،
انت في الكرات العرضيه هتلاقي موسى مريجة دايما موجود، ده بالعكس ده كمان حتى النهارده زود كمان ان هو موجود. الربط ما بينه وبين جاله في موضوع ان هو ازاي يدخل هو جوه منطقه الجزاء وجاله يلعب له الكوره، كان في كوره خطيره جدا اتلعبت له في ظهر حسام عبد المجيد، لكن عواد تصدر الكوره اللي هي الكوره اللي موسى مريجة سلم على عواد وقال له مميز يعني. فدي نقطه. الناحيه الثانيه سالم الدوسري ده لاعب بيدخل في العمق طول الوقت، عنده حريه كبيره جدا ممكن تلاقيه الناحيه الثانيه. لكن صح راح سامي بيقول صح يا عطا فيريرا في مؤتمر صحفي قبل المباراه قال احنا لسه ما اتكلمناش عن الهلال قبل المباراه 24 ساعه. ما اعرفش هل يعني طبعا انت ناقل الكلام مظبوط ولا فهمته غلط يعني، ممكن ما درسناش الهلال الا لمده 24 ساعه وارد، بس فعلا هو الهلال ما تحسوش اتدرس بشكل كامل. لكن خلينا نرجع للنقطه اللي عايز اقولها، سالم الدوسري ومعاه كاريو اللي هو اللاعب رقم 8، الاثنين هما اللاعبين كانوا عامل الخطوط طول الوقت، والزمالك عنده امام عاشور وعنده محمد عبد الغني كانوا محتارين فعلا يراقبوا سلمان الفرج ويراقبوا كويار اللي هم لاعبين خط الوسط، ولا يراقبوا كارير اللي بينضم لخلف الخطوط وسالم الدوسري. فالموضوع ده عمل مشكله كبيره. قرر الونش من تلقاء نفسه انه يحاول يحلها لما حاول يخش يراقب سالم الدوسري بين الخطوط، فاذا بالكره بتتلعب لاجاله في ظهر محمود حمدي، الونش هيتسجل منها الهدف. الونش طبعا غلطان في اللقطه دي، لكن هو كان بيحاول يصلح غلط. طب فيريرا اتدخل امتى؟ حاول يصلح الغلط ده ازاي؟ ان هو في الشوط الثاني تحول للعب 4 3 3 عشان خاطر ان هو يقفل المنطقه دي، بانه يكون في عنده لاعب رقم 6 اللي هو عبد الغني قدامه امام عاشور وزكريا الوردي. فاللي حصل انه فعلا الزمالك قدر يقفل المنطقه دي، وفعلا الخطوره قلت جدا للهلال في المنطقه دي، بس ام سالم الدوسري رجع اطراف على الطرف ثاني، فما كان من فيريرا الى ان هو تحول للعب ثاني بخماسي دفاعي لما شفنا امام عاشور بيتحول لباك يمين. فكان في شد وجذب بين الاثنين مدربين. انت كزمالك خدت المباراه بشكل كويس، يعني بشكل بالفكره الصح ان انت ما تحولش تجاري طول الوقت، لكن انت كنت محتاج اللي بقول لك الدراسه دي، ومحتاج الدفعه الثانيه اللي هي ما كانتش موجوده للاسف. لعيب زي اشرف بن شرقي ممكن جدا كان يفرق معاك في مباراه زي كده. كمان انت راهنت على انه شيكابالا وزيزو، انا دايما بقول الخطه الصح وانت عندك شيكابالا ان تلعب بشيكابالا شمال يمين وتلعب زيزو شمال، انا مش ضد الموضوع ده، لان يعني شيكابالا يبقى هو بتاخد منه 100% بتاعته على الجناح اليمين، زيزو بدل ما يكون 100% على الجناح اليمين هيروح يقفل الباب، هيروح هتاخد منه 70% تقريبا على الجناح الشمال. لكن الحقيقه انت ما خدتش ال 100% بتاعت شيكابالا النهارده، شيكابالا كان صفر، شيكابالا كان اوت اوف فورم تماما، مش مركز تماما في المباراه. وبالمناسبه الزمالك عموما في اول مع فيريرا اول مباراه بيلعبها بعد فتره من الراحه كنا بنشوف الزمالك مش افضل حاجه. لو تفتكروا مباراه المقاولين الزمالك لعبها بشكل سيء جدا، او مش سيء يعني مستوى ضعيف، فبالعكس النهارده كان احسن من مباراه المقاولين كمستوى، مستوى بدني ومستوى جاهزيه فنيه افضل. فدي قصه مهمه. لا ما فاتكيش حاجه، بس انت اللايف لسه ما بقالوش كتير قوي، فان شاء الله حتى لما يعني يبدا لما نخلص شوف الجزء اللي فاتك مش كبير قوي يعني، ما تقلقيش وتشرفيني دايما. فدي نقطة مهمة انه الزمالك محتاج حد زي اشرف بن شرقي، مش قد حد اشرف بن شرقي يعمل السبرنتات اللي بيقدر يعملها ابراهيم ضاي، الزمالك محتاج حد يقدر يستلم الكورة وينقل اللعب للنص التاني الملعب، لأن الزمالك لما تكون كانت الكورة معاه وكان بيروح لنص ملعب الهلال كان بيبقى خطير، بس الزمالك ما قدرش ان هو يبقى عنده الكورة في نص ملعب الهلال كتير أو يوصل بالكورة ونص ملعب الهلال كتير. فيريرا راهن على لعب الكرة الطويلة واستحواذ على الكرة التانية أو لعب على الطرفين، ان هو فتح الملعب بالطرفين. الهلال واضح انه كان حافظ الزمالك وكان قافل الطرفين بشكل قوي قوي، ضغط الباكين بشكل مزعج جدا على الزمالك. أما بالنسبة للكرة التانية فالأمور كانت صعبة جدا، الكرة بتتلعب لسيف الجزيري بيطلع مال بليهي بيلعبوا واحد فيه ملعب الكرة بالهيد، كويار كانس كل الكور دي، مش فيش كانت كور تاني، كانت الدنيا صعبه جدا، خاصه وان شيكابالا ما عندوش القدره ان هو يلحق الكره التانيه بالسهوله دي، ما عندوش السبرنت ده. وزيزو كنت تحس ان هو مايل شويه جنب الايسر قبل ما يبدا الهجمه يخش في العمق. امام عاشور يمكن هو الوحيد اللي كان بيكسب احيانا الكره التانيه، امام عاشور قدم مباراه هايله الشوط الاول
قدم شوط هايل من الناحيه الدفاعيه بالذات امام عاشور، لكن دايما امام عاشور عنده اللمسه ساعات كده مستهتره شويه. الزمالك بالمناسبه، الزمالك مباراه 2018 دي كانت مباراه من اكتر مباريات في حياتي شفت فيها الزمالك محظوظ، ومع ذلك هو كسبها. ليه؟ لانه لما جات له فرصه كسبها. اسجل النهارده، الزمالك تعرض لفرص لكن فرص اقل بكتير مباراه 2018. على الجانب الاخر جات له فرص، صنع فرص او كان شبه عنده فرص اكتر من مباراه 2018. ما ننساش كره سيف الجزيري اللي لعبها عرضيه غريبه جدا لزيزو، ده انت لاعب كوره اسهل منها بكتير، اصعب منها بكتير في مباراه الكاس بمقاس، لعب كوره سيئه جدا. كره شيكابالا استلام سيء جدا، وفي الشوط الثاني برضو زيزو بدل ما يلعبها عرضيه كان سيف الجزيري اعتقد كان لسه سيف ما طلعش وقام شايطها كده بعيد، كان في فرص للزمالك. بجانب طبعا ان انت جردت تماما من سلاحك القاتل اللي هو الكرات الثابته والضربات الركنيه، الزمالك ما حصلش على ولا ركنيه طول المباراه، فطبعا دي حاجه مش افضل حاجه ابدا. بخصوص طبعا الكومنتس اللي بشوفها انه يعني الاصدقاء الاهلاويه فرحانين ان الزمالك خسران، ده شيء عادي مفهوم يعني طبيعي، المنافسه ما بين الفريقين طبيعي تخلي ده يشمت وده يشمت وبتاع، وده عادي في الكوره، لكن بس انا اهم حاجه الناس تبقى ثابته على موقف فوز المباراه وديه، فخلاص يعني لو انت شايف المباراه وديه من الاول فكمل على نفس السيناريو. اما لو كنت شايف ان هي بطوله دلوقتي والزمالك فقد حاجه كبيره قوي فانت يعني كان من الاول عملت تقلل منها ليه، لكن واتيفر دي حاجه انا متفهمه تمام. بالمناسبه المقارنه بين مباراه ال 4-0 بين الاهلي والهلال ومباراه الزمالك دي مقارنه يعني اسمها ايه الوصف المناسب للموضوع، مقارنه مخله، لان دي حاجه ودي حاجه تانية. اولا مدرب مختلف للهلال، يعني جارديم هنا ورامون دياز هنا، المباراه هنا مباراه رسميه، هنا مباراه وديه. المباراه الرسميه ساعات الهلال بيلعب فيها بجديه، لكن الهلال بيلعب في جديه اكتر كمان، الاهلي بيلعب فيها في وضع معين بتركيز معين في الموسم، وده لكن الزمالك بيلعب مباراه في بدايه الموسم، فدي حاجات كتيره وتفرق. مباراه ال 4-0 النتيجه في حد ذاتها الفوز يعني ده ممكن الاهلي يفوز على الهلال طبعا، لكن ال 4-0 دي حاجات بلا ظروف، يعني الهلال فريق كبير والاهلي فريق كبير، الزمالك والاهلي، الاهلي والهلال، الزمالك والهلال، كل دي فرق كبيره، النتائج دي لا تعبر عن فرق المستوى، النتائج دي ظروف مباراه، احنا فاهمين ان الزمالك او الاهلي او كذا اي فريق بيكسب مناهج كبيره امام فريق تاني بنفس على تقريبا نفس القوه او اقوى منه او اضعف منه حاجات بسيطه، دي كلها ظروف مباراه، ظروف مباراه ان الاهلي مثلا بدا المباراه كان قدر يسجل منها في اول صنع فرصين سجل منهم واحد هدف، وبعد كده اطرد لاعب من الهلال فده برده ساعد الاهلي، كمان اطرد لاعب تاني، يعني الاهلي بيلعب ساعه كامله 9 لعيب، فطبيعي ان انت ممكن تحقق نتيجه كبيره قدامه، فدي نقط مهمه قوي. كتب جديدة هنزلها لا إبراهيم، حاليا بفكر أعمل جزء تاني من شنطة وتأشيرة، لكن بصراحة يعني معرفش، يعني عايز أدي شنطة أول من 3 4 3 ل 4 3 3 عشان يسد العمق، وبعد كده يرجع تاني يلعب بال 3 4 3، لكن فيريرا ما عندوش حلول كتيرة، ودي نقطة الناس دلوقتي بتتكلم على الموضوع ان الصفقات مش كذا وبتاع، ده مفهوم، احنا من الاول عارفين ان الزمالك لا ما زال ينقصه لاعبين، وحتى انا في الاستوديو لو حد بيتفرج على الاستوديو هيعرف ان انا قلت كده، يعني الزمالك لسه عايز لعيبه طبعا، لان اصلا مش بس عايز يرفع الجوده، الزمالك اصلا محتاج يعمل عمق التشكيله بتاعه، الزمالك اصلا فاقد للعمق من السنه اللي فاتت، فهو مش بس عايز لعيبه كتير، هو كمان عايز عمق، قصدي مش عايز لعيبه كويسه، عايز عمق تشكيل، لكن الزمالك عنده رهان وضروري جدا موضوع المهاجم، قصدي اللاعب المحترف الخامس ده، اللاعب المحترف الخامس ده لازم يكون بجوده عاليه جدا. لو انت ما جبتش محترف خامس بجوده عاليه هتبقى مشكله كبيره. وجود المسلوسي خلاص مفترض انه اتطلب من فيريرا، فالمسلوسي رغم ان هو جودته مش اعلى حاجه بس في طريقه ال 3 4 3 ماشي معقول، لكن انت ممكن كنت تستغنى عنه لو انت ناوي تشتري محترفين اقوية جدا، وده مش واضح، يعني لا يبدو لي ان الزمالك هيجيب حاجه اعلى من زكريا الوردي والنداي اللي هم يعتبروا على الورق كويسين وقدموا مستوى مقبول، رغم ان هم برضو ما حدش تقدر تحكم عليهم بالايجاب ولا بالسلب ولا اي شيء، وسواء الوردي او بريمين داي لو حكمت كده سريعا نداي اقل من بن شرقي،
لو حكمت سريعا في كلاعب وسط مدافع او لاعب رقم 8، الوردي يقول ان هو لعيب كويس، مش بطال انا، بس كلها احكام يعني ضحله، احكام ما تقدرش تحكم تبني عليها شيء. تغيير سيد نيمار منطقيه جدا، لان سيد نيمار كان يعني صعب جدا، المباراه كانت تقيله عليه بصراحه، والامور ما كانتش افضل حاجه. الفوز بالدوري كلمه خادع يعني، خادع وده مثلا مطب وقع فيه ريال مدريد في 2018 لما فاز بدوري الابطال في 2018، افتكر ان الحال ده الفل الدنيا تمام وعادي، يعني ايه المشكله، ما رونالدو يمشي ولا زيدان يمشي والدنيا باظت. فطبعا البناء على ان انت الامور تمام، ان انت فايز بالدوري، لا ما اظنش ان في حد في منظومه الزمالك كلها مستوى مقتنع ان الزمالك عنده تشكيله مميزه، بالعكس كله مقتنع ان هو دوري تاريخي. ليه دوري تاريخي؟ عشان خاطر انت عملته بتشكيله مش احسن حاجه. فدي نقطه مهمه. في حاجه مهمه بخصوص الهلال المحترفين اللي عنده اقوياء، بس مش كلهم اقوياء، يعني مش كلهم جامدين قوي. اللي جامد فعلا، اللي جامد 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 يعني، هو كاريو. كاريو ده يعني انا في مباراة 2018 كان غير طبيعي، اصلا كان هو الجناح الايمن لو تفتكروا، كان غير طبيعي. هو دلوقتي تم اكتشاف او تم اختراع مركز جديد اللي هو في مركز 8، فنيا غير طبيعي، هجوميا قوي جدا، دفاعيا فظيع في المرتدات، في بيكسر الريتم بتاع الزمالك بشكل غريب جدا. فكاريو لو انا يعني اخترت واحد من كل الطاقم ده، لا هو كاريو بصراحه رهيب رهيب، لا لا يعني لعيب غير طبيعي. يجي في الترتيب الثاني هو موسى ماريجا لاعب مهم، ولاعب موضوع فكره انه جناح بيخش في العمق يبقى راس حربه تاني، دي حاجه خطيره جدا، لعيب رغم الكتله العضليه دي بس سرعه غير طبيعيه، ده زي لوكاكو. اجاله مهاجم كويس بس يعني ممكن تتهندله رغم ان هو لعيب جامد كل حاجه، فلكن انا كاريو بصراحه اللعيب ده مرعب مرعب، مفيش مستفز، وسريع وقوي وبدنيا وفنيا واخلاص غير طبيعي في الملعب، جبار بصراحه. طيب مصطفى علي صديقي العزيز بيقول هذا الزمالك محتاج ريجيستا في طريقه فيلا، عشان كده صمم يجدد الرؤى برغم قله جودته، بس ينزله عشان لونج باس وتجميع اللعب من ورا لقدام. انا في رايي التجديد الرؤى استمرار بعض اللاعبين ده لعمق التشكيله، مش بس حاجه الفريق لخدمات، هو عمق التشكيله. الزمالك اصلا محتاج لعيبه يا جماعه، الزمالك قائمته صغيره، الزمالك محتاج يعني. طب مثلا هقول لك على حاجه، المثلوثي وسيف الجزيري لو كان عقدهم منتهي انا متاكد ان هم ما كانش هيجدد، الزمالك ما كانش هيجدد لهم، او على الاقل المثلوثي، بس الزمالك اصلا قائمته ضعيفه تمام، ولا يبدو ان الفريق عنده قدره ماديه انه يتعامل مع 5 محترفين جداد، ده رقم كبير جدا عشان تجيب فلوس لخمس محترفين في نفس الدفعه الواحده، دي امر صعب جدا. فانا تخيلي ان اللعيبه دي ركامات لان عقدها مكمل، هما اكثر اللاعبين في مش بس في مصر، في اوروبا كمان، اللي ممكن يكملوا مع فرقهم مره ورا الثانيه ورا الثالثه، لان هو كل مره بيكون الفريق محتاج بس لعمق التشكيله فبيجددوا له السنتين، فلما يجي وقت التغيير يلاقوا ان هو لسه باقي له سنه ولا اتنين فبيكمل. فدي نقطة مهمة في لاعب زي رؤى، اعتقد ان هو دي القصة يعني بخصوص التجديد ليه في العمق التشكيلي. لكن هو نزل لعب ماتش كويس، نزل عمل الكورة الأخطر في الشوط الثاني ده في كمان كورة ثانية، دي اللي بتاعت إمام عاشور، ايه اللي حصل؟ بصها لزيزو، ما هي دي الكورة سددها زيزو لما إمام عاشور لزيزو. فدي نقطة مهمة. ايه الفكرة ان حمزة مسلم بتقول لك آخر موسم ليه مستمر لحد دلوقتي وحرام ياخد مكان أجنبي؟ بصراحة أعتقد أنا شرحت دلوقتي عبد الحميد ان ليه حمزه مسلوسي في رايي مستمر، لكن بيتقال لك اخر موسم ما نقدرش نحكم قوي، وان كان تخيلي ان الفريق بيكون متماسك جدا، فهو بيبقى بيلعب في منظومه كويسه. والموسم الثاني ده كان بسبب ان فيريرا كان يعني ايوه البيروفي خيال، اللي هو كاريو فظيع فظيع بصراحه. شايف ان اخطر ناس كان السعوديين سلمان فرج وسالم الدوسري والشهراني وسعود الباك اليمين كان كويس جدا النهارده فعلا، وسالم الدوسري ده حدث ولا حرج يعني، لكن كاريو ده من مستوى اخر فظيع فظيع بجد يعني، كل الناس دي في كوم وكاريو حاجه تانية بجد. طبعا اخواننا السعوديين وحتى هنا في مصر دايما هتلاقي ناس تقول كاريلو،
وهتلاقي كيول كويلار، بس هي في الاسباني او اللغه الاسبانيه او اللاتينيين عموما ما عدا البرتغاليين، الاثنين ال دي بتتنطق يه على طول، فهي بس مكرر، او هو كمان عشان دبل ار دبل ار يعني اتنين ار وبعدين اتنين ال، يبقى كوي قصدي كاريو، هو كده النطق الصحيح، بس عشان التسهيل شويه يبقى كاريو، لكن ما تنفعش تقول كاريلو او مفترض يعني لو انت عايز تنطقه بالصح يعني. والناحية التانية اسمه كويار مش كويلار. طيب مثلا في سؤال بيطرح نفسه، هل الزمالك يكمل بطريقة 3 4 3؟ أنا رأيي إنه الزمالك مع 3 4 3 لقى الفريق نفسه مع الكثير من اللاعبين، وتشكيلة الزمالك الأساسية لازم ما تنساش إن تشكيلة الزمالك الأساسية تعتبر ما زالت قوية، أوعى تقارنها بمواجهة الهلال دي، مش بس عشان الهلال فريق أقوى من كل فرق أفريقيا أو كتشكيلة أو كفريق، صعب جدا ان انت تلعب في مباراه وتهزمه مش بالسهوله دي يعني، في بطولات افريقيا لا، كل المنافسين في افريقيا اقل من الهلال، فالزمالك تشكيلته الاساسيه ممكن ينافس اي فريق في القاره الافريقيه، لكن الزمالك محتاج يعزز شويه جوده عشان خاطر يعلي من فرصه في المباريات دي. لكن لو بصينا كده النهارده، الزمالك عنده الونش لعيب كبير جدا، الزمالك عنده فتوح تحفه لعب مباراه ممتازه ما عدا جزء صغير كده في الشوط الثاني كان سيء فيه جدا، لكن الباقي كان كويس جدا، اللي كان بيتعمل في سيد نيمار ما كانش عامل في فتوح، مع كامل احترامه للسيد طبعا وكامل الفهم ان ده مش باك وده باك. عندك امام عاشور كويس، عندك زيزو ممتاز، وان كان النهارده برضه زمان ما كانش احسن حاجه، شيكابالا كان سيء النهارده جدا، سيف الجزيري مش بهذا السوء، بس كان النهارده سيف الجزيري كانت مباراته، بس للاسف ما ترسمش السيناريو ده بالشكل الامثل يعني في مباراه زي كده. انا بين الشوطين تخيلت فيريرا هيتحرك في النقطه دي، انا باصي ومرجع الكره يعني، اباصي مثلا لامام عاشور، سحبت الهاي لاين بتاعي شويه ومرجعها تاني لقلب دفاعه، يوم لاعبها الطويله لسيف الجزيره او لزيزو على طول، مفترض ان انا يعني اللخبطه دي مش هلعب على طول، اللي على طول دي مكشوفه، لا واحد اتنين العب، واحد اتنين العب يعني، دي اعتقد بتفرق، او حتى لما تكون متاحه ليك، بس الشوط الثاني ما كانتش متاحه ليك نفس الوضعيه السهله جدا اللي مرر بيها امام عاشور لسيف الجزيري، اللي حصل في حتى هدف بالمناسبه، هدف الهلال برضه اتساب جدا اللاعب اللي بيلعب الكره الطويله، اظن كان سامان الفرج على ما افتكر، لايجالو الكره، اللاعب اللي بيلعب الكره اللي في ظهر الدفاع ده متساب تماما، متساب تماما، فدي نقطة مهمة. أما دلوقتي لو أحمد بيجو لو لا قدر الله زيزو وإمام عاشور اتصاب هنعمل إيه بالسكواد ده؟ طبعا مصيبة يعني، عموما في كل الأحوال، في كل الأحوال الزمالك محتاج عمق تشكيلة ومحتاج جودة كمان في عمق التشكيلة في بعض المراكز يعني. يوسف محمود طوح في ظهر الدفاع شبه ماتش الأهلي، مش فاهم قصدك بصراحة. مصطفى محمد تحليلك كويس جدا، ليه ما تحللش ماتشات الاهلي برضه؟ معظم ماتشات اوروبا تكتبه بوست على الماشي. اولا يا مصطفى انا عموما انا كسول يعني عايز ازود، ولو انتوا شجعتوني انا هتلاقوني بعمل لايفز كتير، بس انا كتير جدا بعمل لايفز او كنت بعمل لايفز وبعدين الاقي ما الاقيش فيوز قويه، وانا بيكون مثلا انا كمان السنين اللي فاتت السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان ابني بيكبر وبيبقى نايم، وهو دلوقتي نايم بس هو كبر شويه فبينام بعمق اكتر، ما كنتش بعرف انا اعمل اللايف ده، فلو شجعتوني انتوا لقيت فيوز كويسه لقيت شير كويس، انا مش عارف مش بحب استدعي القصه، بس لقيت شير لقيتوا فيوز لقيتوا لايكس لقيت قصدي لقيت لايكس لقيت انجيجمنت كويس والموضوع بقى ينتشر ويعمل فيوز كويسه، طبعا انا هكون مقبل على الموضوع اكتر، لكن مش ههري كلام وكده خلاص. بالنسبه للاهلي انا ما عنديش مانع خالص اتكلم عن الاهلي، اولا انا بقيت محلل في قناه اون سبورت يعني مسيره هتكلم عن السنه الجايه، هطلع في ماتشات عن الاهلي هتكلم، وهنا ما عنديش مانع، بس الفكره ان ساعات بيبقى ايه وانت مالك بالاهلي اطلع منها مالكش دعوه ما مش عايزين، فالواحد بيريح دماغه ببساطه يعني، انا حتى ما بتكلمش عن ماتشات الدوري في الصفحه هنا، ممكن بتكلم عليها في تويتر على فكره شويه عشان دماغي واحد مش الموضوع مش محتاج اكتر من كده. مشجع الافريقي كان مشجع الزمالك استاد اللوسيل، المشجع الافريقي طبعا الافريقي التونسي علاقه تاريخيه بينه وبين الزمالك يعني. محمد الشهاوي بيقول صياحك اقترب، والله يا محمد يعني يسعدنا ان احنا نطربك، بس انا ما بصيحش الحقيقه يعني انا عمال هدردش مع الناس، فعايز تسمع اسمع مش عايز اولع يعني.
انا مش عارف اصلا مسيح عليه. طيب الو احمد سمير بيصرخ دلوقتي، يا عم تعال نشوف يا عم احمد سمير دلوقتي. فريرة مش بيلعب بمركز 10، بيعتمد على الباكات مسلوسي وفتوح اللي بيطلعوا بالكوره، بيضم الثلاثه هجوم في 18، والكوره بتاعت مسلوسي والجزيرة بتلعب في دار الدفاع، كل ده اتقرب كل ده اتقفل عليه. مش المفروض فريرة يبدا يدور على سنه احسن؟ ما هو هي مش بالشكل ده، ما هو انت كل حاجه بتحصل انت بتلجأ لحل بديل. اولا انت محتاج لاعب تاني بياخد الكوره من تحت من الثلاثي الامامي ده، يربط ما بين مع امام عاشور مثلا، انت محتاج اللاعب ده اللي هو كان بيعمله بن شرقي، محتاج حاجه زي كده. فالحاجه دي هتحل القصص، لما بيقفل على حاجه انت بتفتح في مكان تاني. فانت لما تقول ان هو خلاص قفل كوره، لا هي ما بتقفلش خالص كده، مش هتقفل بالشكل ده، لان انت تاني كده انت كنت كاتب ايه بالظبط؟ بيعتمد كل ده اتقرا. ما لا مش كل ده اتقرا طبعا، يعني بدليل اللي بقول لك عليه انه انت النهارده قدرت تصنع خطوره من كل الاغلاق عليك ده، قدرت تصنع خطوره. طيب هو اللي هم نيمار وفتوح، انت مش هتلعب بكل الفرق بنفس القوه دي، ودراسه الفرق اللي قدامك مش هتكون بنفس الضعف اللي انا كنت شايفه النهارده دي. فدي مهم قوي يعني نبقى تفهم. محمد مختار انت ما بتحللش كره عالميه ليه؟ لان انا محلل الكره العالميه كتير قوي، بس لازم تفهم بس حاجه، ان انا زي ما بقول الموضوع اللايف ده ان شاء الله اكتره، وانا كنت ناوي ابداه من السنه دي من الاول، بس معلش حصل ظروف كده، لكن اوعدكم باذن الله شجعتوني على اللايفز تاني، مش قصدي استجدي من حد حاجه، شجعتوني اللايفز بشير لايكس انجيجمنت فيوز كويسه، والله ليه لا، يعني الواحد يطلع كل فتره. بس انا ما بحبش، بالمناسبه انا ما بحبش اعمل زي ناس تانية، ابقى مش شايف ماتش كويس، مش تركيز كامل، ما عنديش كلام كتير اقول، مش هطلع اهري كده وخلاص، مش هحب حاجه زي كده. فدي نقطه مهمه يعني عشان برضو تبقى واضحه مع الناس. طيب هل في كلام ممكن يتقال تاني؟ رمضان صبحي جاي بس عاوز قدام مهاجم سفاح مش كتير. رمضان صبحي انت بتتكلم ان الزمالك كانش عارف يجيب، مش عارف يجيب دونجا لغايه بيراميدز بسبب ان هو مش محتاج، مش عايز يبيع يعني، وده مفهوم متوقع جدا. انس ازيك يا معلم، عامل ايه؟ الزمالك محتاج مهاجم صريح قوي جنب الجزيرة يا احمد. والله بصراحه انس ماشي، مش ضد الموضوع، بس من انت عندك مركز واحد بس مهاجم افريقي واحد كمان، يعني شايف ان الزمالك ممكن يكون محتاج لعيب جناح بيعرف يلعب كوره شويه، يعني زي بن شرقي، مش لعيب جراي يعني زي انداي. زيزو بيساهم بس زيزو برضو لعيب عينه على القدام اكتر، يعني عايز لعيب ممكن، يعني انا مش قاصد نفس المستوى، بروفايل كارير اللي هو لعيب ممكن يبقى رقم 8 بيتحول لجناح شويه احيانا، او جناح بيتحول لرقم 8 احيانا. فانا شايف ان ده على ما يبدو لي اهم بالنسبه للزمالك، وبعد كده يركز يجيب، ممكن يجيب مهاجم محلي تاني مع سيف الجزيري وبارك الله في مرزقك. يعني انا برضو عايز اقول حاجه، مباراه النهارده انت خسرتها ركلات ترجيح، انت ممكن لو كنت خرجت فايز كنت هتطلع مبسوط قوي، بس ساعات بتكون رغم ان كلنا او اغلب الناس مقتنع ان الزمالك يفتقد للعمق في التشكيله، محتاج لسه جوده تضاف للتشكيله، لكن ساعات التنبيه ده بيبقى تقول لعله خير يعني. يعني انا من وجهه نظر مشجع الزملكاوي مباراه زي كده ممكن تبص لها كده، انه لعله خير ان انت تعرف ان عندك بعض النواقص، محتاج تزيد شويه او محتاج صفقاتك المحليه تظهر عشان فيريرا يحب يشتغل بيها باسرع وقت ممكن، لانه على ما يبدو ان فيريرا مش بيحب يدفع باللعيبه بسرعه، شفنا النهارده يعني مش عايز يدفع بالاثنين اللعيبه اللي هو جايبهم، وغالبا كان عنده حق حسب ما احنا شفنا. فدي نقطة مهمة يعني. طيب ايه تاني؟ شايف ان السكواد ده ممكن نكسب الدوري تاني عادي، بس عشان افريقيا محتاجين تدعيم اكتر في كل الخطوط. انت محتاج عموما ظروف استثنائية عشان تكسب الدوري مرة تالتة عادي، مش تاني عادي بقى. افريقيا طبعا محتاجة مستويات اكبر من كده، افريقيا عموما محتاجة تجهيزات نفسية وقوية اكتر من كده بكتير. امجد عبد الباري ازيك يا امجد، عمل ايه؟ امام عاشور لازم ياخد درس في عدم الاستهتار بعد لمساته، موافقه كان في بعض اللمسات فيها كان فيها استهتار، الدخول في صراعات مع سالم الدوسري ما لقاش اي 30 لازمه، لكن امام عاشور قدم شوط اول تحفه قوي جدا. ماجد سيد محتاجين مصطفى فتحي وجناح سوبر وفيرويد سوبر. ما هو جناح سوبر هيكون مصطفى فتحي غالبا، يعني اللي هو برده لعيب ده ممكن يكون بروفايل مش بطال برده، بس ان كان مصطفى مش بياخد الكره من تحت شويه. فيرويد سوبر لازم تجيبه من بره بقى، فكر بقى انك تلعب باتنين مهاجمين محترفين، يبقى عندك اتنين مهاجمين محترفين وبالتالي هتستغنى عن واحد فيهم من التشكيل الاساسي غالبا.
انا مش ضدها برضو يعني. المهم ان انا اشوف ايه اللي متاح هنا وايه اللي متاح هنا واقول لك ساعتها نلاقي الزمالك يجيب مهاجم ولا يجيب جناح. عايز اقول حاجه تانية بخصوص بسنت، هم ازاي بيلعبوا كام محترفين دول هندسه؟ هم عندهم في الدوري السعودي متاح ان انت يبقى عندك 7 اظن في الملعب، فهم بيجيبوا اكتر شويه متهيألي عشان حتى اكتر من 7 وبيلعبوا ب7، فعادي من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه. ده ماتش ودي اصلا، ممكن كانوا يلعبوا بتشكيله كامله محترفين ما حدش عندهم حاجه، ده ماتش ودي يعني، قصدي قوانين الماتش الودي لو حد مش عايز حتى يعتبر ماتش ودي. هو مش هو انا في رايي هو عادي ماتش ودي ودي لا تعيبه، لكن ماتش ودي بصبغه رسميه قويه باحتفاليه قويه كان يهم الزمالك يكسب المباراه، ودي حاجه محدش ينكرها ابدا. اصلا فترات الزمالك دايما بتكون في وجود لاعب حريف جدا، فاحنا محتاجين نجي محترف ويا ريت وينج ويكون مهاري وحريف. في لعيبه حريفه زي زيزو او ابراهيم الضاي لسه ما شفناهوش كويس، لكن لو تقصد على اللعيب الحريف بتاع زمان لا خلاص البروفايل ده مبقاش موجود. البروفايل ايمن حفني ده وبروفايل حازم امام او بروفايل حماد عبد اللطيف او رضا عبد العال مبقاش موجود في الكوره، صعب جدا تجيب لعيب بالشكل ده لو ده اللي تقصده. لكن لو بتتكلم على جناح فممكن جدا يبقى محلل جناح ده يعني، قصدي يبقى لعيب جناح زي ما قلنا. وريني اجنحه الزمالك المتاحه اللي من السوق، وريني المهاجمين المتاحين في السوق، وريني لعيبه رقم 8 المتاحين في السوق من المحترفين، وانا اقول لك الزمالك يجيب مين كلاعب، لانه في النهايه كل واحد سد ثغره بطريقه ما يعني. لؤي باشا از واتشنج، دي حاجه يعني تشرفنا جدا. بريم رشد انت محلل شاطر، ميرسي يا ابراهيم. طيب خلينا نشوف كده الكومنتات بقى في الاواخر. احنا مش هنقابل فريق في افريقيا ولا في الدوري بالطريقه دي، منطقي عشان كده اللي عايز اقوله ان برده مش فيش داعي للخضه الاوفر دي من جانب الناس. الزمالك مش هيقابل فرق بنفس القوه دي. تاني في حاجه عايز اقولها عشان خاطر تبقى في نقط فوق الحروف كده. اولا الاهلي عمل انجاز كويس قوي انه فاز على الهلال بنتيجه كبيره 4-0، لكن ما ننساش الزمالك قبلك يعني فصلي. انت الفارق، انت بتكسب وانا قصدي انا بكسب وانت بتخسر. لا الزمالك فاز في 2018 وان كان محظوظ في المباراه دي، لكن برضه عايز ارجع اقول تاني الهلال انجاز، الاهلي انجازه ان هو فاز على الهلال وده نتيجه كويسه، لكن ال 4-0 دي حتى لو كان الزمالك فاز كان حد يقول لك مثلا حد يقول 4-0 انا كسبت 4-0 انت، لا ما هي ال 4-0 ده يا اخوانا دي نتيجه استثنائيه جدا، هي نتيجه تسعد الاهلاويه ومن حقهم يفرحوا بيها جدا، بس نفهم انها ظروف استثنائيه جدا لا تتكرر. ان الطرد واحد واثنين يقول لك اصل الموسيماني بدا المباراه بشكل كويس، صح فعلا بدا بشكل كويس، بس يعني ما كانش حاجه عمل فرصتين سجل منهم واحده وبعد كده حصل الطرد فخلاص ادار المباراه بحنكه واحترافيه. ما هو يا جماعه الطرد حصل في الدقيقه 12 والطرد الثاني في الدقيقه 30، فمباراه فيها 9 اصلا. المباراه لا تدلل لموسيماني وحش مثلا، لكن لا تدلل برضه لموسيماني جامد يعني. موسيماني ممكن تدلل عليه مباراه كويسه مثلا زي مباراه الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا، كانت مباراه تحفه لموسيماني، وان كانت بالمناسبه احد مصايب الاهلي هي المباراه دي، لان موسيماني بعد كده اقتنع بطريقه الثلاثه اللي هي قعد فتره يلعب بيها وما كانتش الطريقه في رايي كانت مناسبه خالص للاهلي، ولا بروفايلات لعبت ولا اي حاجه، كانت مناسبه بس علي معلول يعني لو فكرنا كده كانت مناسبه بس علي معلول، لكن ولا لعيبه خط النص بتاعته مناسبه للعب بالخطه دي، ولا كان عنده ظهير جناح كويس. محمد هاني مش اللعيب يعني اللي تعتمد عليه قوي، ولا حتى اكرم توفيق ينفع على الطريقه دي قوي. ضيعت قفشه خالص بالمناسبه يعني، ضيعت قفشه تماما اللي هو كان لعيب يعتبر مهم في تشكيله الاهلي في رايي. ففي دي حاجات مهمه جردت الاهلي من خطط مهمه. يا باشا الهلال جاب لعيبه 200 مليون بعد كاس العالم للانديه، لا ما هو فرق الميزانيات مرعبه يعني. الاهلي ما لعبش في 2022 غير اول ربع ساعه في الماتش ده، لا يعني الاهلي لعب، لا لعب الماتش كله حلو، بس في النهايه انت تلعب قدام 9 لعيبه فما تقدرش تقيس قوي. سفيان في جولي محترف وجناح ومركز 8 كويس جدا وفري تقدر تدفع فلوسه ومفيد جدا لسكواد الزمالك. سفيان في جولي ده حبيبي، ده سفيان في جولي كان بيلعب فالنسيا وليه يعني مع ذكريات رائعه، بس للاسف انا مش عارف مستواه حاليا. هو كان مع جلطة سرى كان يعني اخر تجربه تابعت في جلطة سرى كان كويس مش بطال، بس ان كان قل شويه. مع منتخب الجزائر برده كان كويس مش بطال وان كان قل شويه، فما اعرفش مستواه الحالي. لو مستواه الحالي زي ما كان مستواه مش هقول مع فالنسيا، اللي كان مع فالنسيا مش طبيعي. سفيان في جولي ده مره يا جماعه فاكرين السنه اللي فاز بيها بايرن ميونخ بدوري الابطال سنه 2013، رغم ان انا في رايي يعني دورتموند ظلم في المباراه النهائيه في 2013 ما اتحسبلوش ضربه جزاء صريحه يعني، او مش ضربه جزاء، ضربه جزاء المفروض انذار تاني وطرد، فكان المفروض كان ساعتها يتعادل يبقى البايرن كمل مطرود منه. لكن البايرن في السنه دي كان قوي جدا، اللي هي المباراه اللي كسب السنه اللي كسب فيها برشلونه 4-3 دي، صح كانت 4-3؟ 4 رايح و3 جاي. المره دي
فالنسيا في الدور الاول كان بيلعب مع بايرن وخسر دور المجموعات، يعني خسر الصداره بسبب فرق المواجهات المباشره مش اكتر. بايرن كان فايز 2-1 في الذهاب وفي العوده تعادل 1-1. في الواحد واحد دي في مباراه، دي كانت مباراه اللي هي في الدور الثاني معنى صح، يعني الدور الثاني من دور المجموعات. فالنسيا طلب منه واحد في الدقيقه 20 او 15، سفيان في جولي اللي هو كان انطونيو براجان، براجان ده اللي هو كان الباك اليمين، كان لعيب يعني كارثه. فالنسيا ما عملش تغيير ولعب سفيان في جولي لوحده، كان شايل الجبهه اليمين كلها، باك يمين وجناح يمين مع بعض، وهو اللي سجل الجون التقدم بتاع فالنسيا وهو ب 10 لعيبه من الدقيقه 20. وفالنسيا جاب جون في الدقيقه 70 تقريبا، وبايرن اتعادل في الدقيقه 78 79 كده، كان توماس مولر على الوسط. فسفيان في جولي ليه معاه ذكريات رائعه وعظيمه ولعيب فنان وهايل، بس هل هو نفس الفورمه دي؟ مش عارف، محتاج متابعه، حد يكون متابعه. ممكن بقى نسال محمد داوود يقعد هو يفرهد نفسه شويه، مش عشان كده بس، عشان انا كمان حاليا ما عنديش اكونت اقدر اتابع بيه اللاعبين عن كثب، يعني اللي هي مش موجودين في الدوريات الكبيره. فلكن لو هو نفس الفورمه طبعا ممكن مختار كويس جدا، لان هو لعيب متاح في السوق فري، مرتبه يعني اعتقد يقبل مليون ونص، اعتقد ممكن يقبل مليون ونص دولار اعتقد، يعني ده ممكن بحاجه كويس. انا توت منك كان انا اروح على المطبخ، لا لا ما تهيش يا بسنت، معلش حقك عليا. خلاص هنرجع للكره المحليه تاني. عبد الرحمن سمير بشوف دايما سكاوتنج على مستوى عالي زي داوود باسعار، ودكتور داوود باسعار مناسبه ليه، اقدر ابص على حاجات زي دي. بص كل واحد ليه فكره، اللي انا فاهمه ان حاليا الاداره الحاليه او بالذات يعني امير مرتضى هو بيثق في مجموعه من الناس معينه، عدد محدود من الناس. كل يعني هي فكره بتبقى ممكن مثمره ومش مش وحشه، بس احيانا حاجتين، الناس دي لازم يكون على مستوى الثقه، وفي نفس الوقت ساعات بتحرمك كمان من رؤيه راي ناس تانية. بالمناسبه اللي انا واصلني انه اللاعب الاهلي بيتعاقد مع او يقال ان هو تعاقد مع حاليا اللي هو فايز مش عارف ايه ده، اللي هو بتاع جزر القمر ده، اتعرض على الزمالك واتقال ان هو غالي، يعني الزمالك معنا مش حابب يدفع المبلغ ده رغم انه كان هيدفع اقل، يعني قال قصدي على حسب انا فاهم هيدفع 3 مليون دولار يشتريه، والزمالك كان هو ممكن يشتريه ب 2 مليون ساعتها في الوقت ده يعني. ف وده اللي اتقال معنا صح. طيب قبل كده ايه اللي حصل؟ مره يعني كان في فكره عن في القصه دي قبل كده في يوم من الايام، يعني مش من غير تفاصيل كتيره، كان عن اداره السكاوتنج كويسه للزمالك وازاي نحدد ده. بس المشكله ان هي كانت في فتره فيها مدرب بيرفض كل شيء بيتعرض عليه اللي هو باتريس كارتيرون. كارتيرون للاسف كان في منتهى العناد بخصوص اللاعبين، واحد عايز مثلا عايز مهاجم هجام، عايز مهاجم طويل وبيحب يلقط العرض، يا عم طب شوف المهاجمين دول، شوف المهاجم ده، شوف المهاجم، مفيش فايده. فيعني الحوار ده كبير، وفي مصر عموما الحوار ده فوضوي جدا، مش بس في الزمالك، كل الانديه بلا استثناء، ولا حد يضحك عليك ويقول لك الموضوع ده مختلف في نادي بعينه، كل الانديه فيها تهريج يعني في الموضوع ده بشكل كبير، او اغلب الانديه معنى صح، بس كل الانديه الكبيره، خلاص كل الانديه الكبيره عشان خاطر تبقى الدنيا واضحه معاك يعني. هل من وجهه نظرك المستوى اللي بيقدمه حسن السلوسي يشفع له انه ياخد انا جاوبت على السؤال ده احمد، هو لا حاليا صعب، هو مستوى مش سيء، لكن بالنسبه لمحترفين الامور مش لا في احسن من كده، بس انا فسرت في اللايف ليه موجود لغايه دلوقتي موجود. رايك في سلوسي كولر؟ والله لا اعلم شيء عنه، ما اقدرش احكم خالص. الراجل له تجربه كويسه مع منتخب النمسا ودي حاجه تحسب له، لكن اللي انا قريته في السي في بتاعه عن بازل ده لاعب فريق اللي هو ايه بياخد البطولات كده زي السلام عليك في سويسرا حاليا في اخر 10 سنين، فانه ما ياخدش معاهم الا كاس في سنتين دي برضه تعتبر حاجه سيئه بالنسبه له، لكن ملاش اي مقياس خالص، ملاش اي مقياس، يعني ممكن جدا ينجح ليه لا يعني. عبد الله السعيدي موقف الزمالك ستول، مفيش خالص موقف معلق، وغالبا مفيش صفقه اصلا، يعني الموضوع شبه منتهي للاسف، لان عبد الله السعيد كان ممكن يحل لك المشكله اللي بنتكلم فيها دي، ولو على الاقل موسم واحد، مش طالبين اكتر من موسم واحد لغايه لما يظهر كده حاجه، او الزمالك يقدر ان هو اصل انت برضو كماديا انت ممكن تكون معاك فلوس، بس انت ماديا صعب ان انت تعمل كل حاجه في نفس السنه، ماديا الموضوع مش بسهل. ده ريال مدريد ما بيعرفش عارف يعملها، يعني مش عارف يبني فريق كامل، مش عارف يشتري مبابي من غير ما يخل اماكن تانية، قعد سنتين مش عارف مش راضي يشتري حاجه عشان مبابي في الاخر ما راحش، طب لما ما بقاش في مبابي توفرت فلوس جبت شاوميني ومش عارف ايه، بس ما جابش جناح يمين، وهكذا كل فرقه كده.
اغلب فرق الا بقى لو ميزانيتها مفتوحه زي باريس ولا سيتي ولا بتاع. طيب انا كده قلت يا جماعه اللي عندي، يعني في حاجات حابب يقول حاجه؟ طب تعالى كده نقبل اي حد حابب يشارك بحاجه، تعالى نجرب اسلام، ما اعرفش اسلام موجود ولا لا. اسلام حاجة قبل ما نقفل، اوكي، هل بس مرسي هو فري دلوقتي؟ ممكن يكون بديل كويس لو ممكن تشكيلة، مش عارف هو بديل بس ما كانش احسن حاجة، وفريرا عارفه كويس، فلو فريرا مهتم يعني كان ما كانش هيتأخر في الموضوع. انت عارفين مين اللي كان هيبقى لعيب فشيخ فشيخ، هو زمان محتاجه بالظبط بروفايل اللعيب، بس يعني للأسف اعتزل، احمد عيد عبد الملك، والله العظيم كان هو ده اللعيب اللي كل واحد ما دول عايز لعيب حريف ويلعب جناح ويبقى صانع العاب وياخد الكره من تحت، كل البروفايل ده احمد عيد عبد الملك والله العظيم. بس يلا الله يسامحه بقى اللي ضيع اللي ابعد احمد عيد عبد الملك عن الزمالك فتره طويله. ازيك يا انس؟ انس صح؟ انس انت سامعنا؟ سامع؟ حابب تقول حاجة يا أنس؟ أنا أسمعك 5 ثواني قبل ما أقفل. ها أنت بتتفرج علينا بس يا أنس شكلك. 5 4 3 2 1، مع السلامة أنس، أنا آسف جدا. طيب شوف مين تاني، محمد حافظ أنا إيبل تايب جيست، أوكي نشوف مين آخر حد، علي سعيد جونيور، اتفضل يا علي. سترك يا رب، محمد مصطفى من الفريق كامل. ازيك يا علي هندسة عامل ايه؟ الحمد لله. هو ليه الإدارة متأخرة شوية في موضوع الصفقات؟ يعني هنستنى لما نخلص الدوري، بعد كده هنستنى للسوبر، لا ده احنا هنأجل ليناير ليه؟ هو مش الإدارة مش متأخرة ولا حاجة، شوف الأندية التانية مش هتلاقي أندية كتير عاملة صفقات، لكن الحقيقة إن السوق حاليا أندية كتيرة جدا بقى عندها عدم احتياج للفلوس، بمعنى أصح يعني ببساطة كده، فكله بيبيع ويشتري فيك زي ما بيقولوا، واللعيب المهتم بيه الزمالك بيروح للأهلي يقول له أنت عايز اللعيب ده، ولا اللعيب الأهلي يروح للزمالك وهكذا، رغم إنه أغلب اللعيبة ماضية للفرقتين يعني، أو يعني قصدي كل الاتنين بيمضوا، ودي طبعا حاجة أنا مش يعني أنا ضد حاجة زي كده، إن أنت تقعد تمضي ماشي، بس اللعيبة وبتاع، دي حاجة يعني مش صح انت يعني. مثلا كان عندك 3 اجانب المفروض كنت اخترتهم صح، لان انت كده كده المسلوسي انت كده كده لابسه عشان السنه اللي باقيه انت مش هتعرف تتصرف. نفس طب الكلام الجزيري، انت قبل ما مستني تكمل يا الثوره. علي، انتوا يا جماعة سامعين علي أصلا ولا لأ؟ عايز أتأكد يعني، انتوا سامعين علي وهو بيتكلم ولا أنا الوحيد اللي سامعه؟ كمل يا علي لغاية لما حد يجاوبني. تمام، فهو مثلا المسلوسي والجزيري انت كده كده لابسه. ليه بقى مثلا محمد داوود مثلا كان امبارح منزل بوست باللعيبه اللي كان مرشحها، لعيبه هايل تمام، اللي هو كان تقريبا مش فاكر كان أي بس كان برنارد تكيبيتي تقريبا اللي هو جناح يمين، وكان مش عارف موري كوناتي اللي هو لاعب غيري او حاجه زي كده. ليه الاداره ما بتبصش دايما على الناس بتاعي؟ يعني شادي طارق كان برشح محمد داوود، الناس دي بترشح لعيبه وهي عارفه ظروف النادي، فهي بترشح مش بترشح مثلا لعيب طيب ب5 أو 6 مليون دولار، انت فاهم يعني اللعيبه بص صارت يا علي، مناسبه، فليه بس؟ هقول لك اولا الموضوع مش بهذه السهوله، يعني في فومور كتيره جدا ممكن تمنع انه لعيب مترشح من شخص بحال الناس بتثق فيه ان هو يروح، في اعتبارات كتير، 3 اسباب. اول حاجه ممكن تكون الاداره ما بتثقش الا في عدد معين من الناس، ممكن يكون اللاعب مش مقنع للاداره، يعني ممكن انا اكون اصلا مش عايز اسمع منك اصلا، وممكن يكون الاداره مش مقتنعه باللاعب، يعني عادي من حقهم ان هم برضه يكون عندهم وجهه نظر اخرى، مش ضروري كلام احمد عطا او كلام شادي او كلام محمد داوود او كده يبقى قران منزل، حق برضه. ماشي، بس الناس دي مش لها لا مصلحة. سيبني بس اكمل لك. الاحتمال تمام، الثالث ممكن يكون مدرب مش مقتنع، او ممكن يكون مدرب مع الاصدقاء، يعني مين احمد عطا عشان يرشح اللعيب اصلا، ممكن، فاهم قصدي؟ فده ممكن. انت كنت بتقول لي ما لهمش مصلحه، انا فاهم كويس قوي ان ما لهمش مصلحه، دول الناس حبايبي يعني، بس مش دايما كل واحد ملوش مصلحه يبقى رايه الصح. يعني انا على فكره
انا باصص جد في كلام شادي ومحمد، انا مش بقول ان هم اللي مرشحين لعيبه غلط، لا انا اقصد ايه، وانت دايما يعني الناس دايما بتشتغل على ايه، هقول لك ايه، عارف مثلا يجي يقول لك لما واحد مثلا يمسك منصب معين يبدا انتوا بتقللوا منه ليه، ده شخص محترم جدا. ايوه ماشي، هو ممكن محترم بس مش كفء، عادي، مفيش تناقض بين الاثنين، قصدي مفيش يعني محترم لا تعني كفء بالضروره بمعنى اصح. تمام، انا فاهمك. فممكن عدم يعني بالنسبه للاداره، مش بالنسبه لي، انا عارف ان شادي ومحمد بشوف بحكم وانا معمي، ومن على فكره حقي عشان اوصل لك ان ازاي مؤمن بيهم، يعني ان من ساعه ما محمد داوود قال ان اللعيب الاهلي بيتفاوض معاه ده، هم حتى رشحوا للزمالك وبتاع، وان هو شايف ان اللعيب جامد، انا متضايق يعني مش مبسوط طبيعي، ان انا مش عايز الاهلي يكون عنده لعيب قوي، فده انا من كتر ثقتي في كلام محمد. فمش ضروري بخصوص لان لعيب شخص عنده زي داوود او شادي، ناس محترم ما عندهمش اي مصلحه، ما مش ضروري تبقى رايهم صح، فده اللي اقدر اقوله يعني. ماشي، بس المشكله ان الاداره ما بتعرفش تختار، يعني حتى الصفقات اللي كانت جايه جامده، هي جامده كده صدفه، يعني الساسي ده كان جاي وكده كده اصلا كان محمود عبد العزيز هو الاساسي، ومعه كان جاي مكان المعروف يوسف، انت فاهم؟ كان انا معاك في ابجريد. كده انه في بروفايل سياسي ده مش هيكون متاح تاني انه يكون لا موجود هو مش للاسف، هيخش تاني خلاص، ولا لانه هو ايه برضو جه ضمن الصفقه يعني صدف؟ محاوله من المستشار تركي آل الشيخ انه يراضي الزمالك بعد المشكلتين اللي حصلوا بتاعه تفاوض الاهلي او تفاوض كابتن محمود عبد الله ابراهيم مع السعيد الشناوي، ودي حاجه مشهوره جدا، وتصالح الزمالك بحمدي النقاز، وبعد كده الحوار بتاع عبد الله السعيد، وعشان الزمالك ما يوقفش عبد الله السعيد فتصالح الزمالك باللاعبين اللي من هذه النوعيه. انا صح كده فاهم، بس ولا اللي انا اقصده صح كده؟ ثانيه بس ايوه صح، اتاكد عشان ساسي كده، لا استاكد، لا في لاعب ساسي والنجاز وجروس اجوا مكان عبد الله السعيد بالظبط والشناوي كده، لا تقريبا. في لاعب جه، في لاعب جه بعد بقى، لا كان اللي هو اشرف، كان اشرف صح؟ اشرف، اشرف في جاري اللي روحوا من الهلال كده ب 500,000 دولار، كان لا الهلال كان في عايز لعيب بعد يصرفه، ما عبد الله السعيد، هو مستشار تركي بقى هو اللي جاب يعني هو يعني ساسي عمل جه من النصر. اراده الزمالك بيها، كان هو كان هو حوار ساسي صح، كان هو حوار ساسي لا صح كده، النجاز في يناير وساسي وجروس في الصيف. مظبوط مظبوط كده، فهي دي الفكره يعني، انه مش دي ما هو الصفقات الفكره ان جت الاداره ما بظروف بتعرفش معينه. تختار، ايه الفكره ان الاداره عمرها ما عرفت تختار صفقات، فانت سايب يعني معلش امير في الاول وفي الاخر كل نجاحاته صفه وبناء على المدربين اشتكيه كبار معاه معاه محمد، زي جروس مش هعرف اقول لك وبريرا. حاجه في الموضوع يعني، مش هقدر اقول لك، انا لا ما عنديش حاجه ماشي، انا ما معينه، بقولكش نقول انت حاجه، بس بتفضفض انا معايا فاهم، اقصده بس اقصد انه ما عندناش حاجه نقدر نعملها، لانه في النهايه احنا ما هو المفروض بقى ما يعني علينا تشوف الا البلاغ الطب يعني، عارف يعني. على الرسول البلاغ، وفي النهايه هم تم ترشيحهم من الجمعيه العموميه، ممكن يكونوا بياخدوا قرارات صح وقرارات غلط، احيانا قراراتهم صح احيانا قراراتهم غلط، ده شيء طبيعي في الدنيا يعني، نتمنى ان هم يكون ما قراراتهم الصح اكتر، بس ده اهم حاجه، وان دايما ما يكونش حد عنده يعني دايما والله كل انا شخص اتمنى في لان الدنيا هو يكون نجاح لينا عنده في دايما الاخر، القدره ان هو يتقبل اراء الناس ويحاول يطلع منها القرار اللي ممكن يخدم النادي، وهو برضه في النهايه لازم ما تنساش انه كتير جدا احنا مش عارفين ظروف معينه حاصله، لعيب مثلا طالب مرتب كبير، ما هو لعيب مش عايز يجي المفروض مصر، لعيب تبقى طالع فانت ما تقدرش تشرح الوضع، ما انت المفروض تبقى صريح، مش يعني كل مش حاجه معاك بتتشرح، فلوس اطلع اقول انا مش معايا فلوس، اللي هو مش الفكرة. ما هو برضو غلط، ما هو مش كل حاجات في الشارع، انا شفت حاجات كتيره بعينيا في مثلا في الاعلام، شفت حاجات كتيره بعينيا بتحصل يعني، مثلا انت ممكن حد بيقول البرنامج ده، وانت مثلا هقول لك على حاجه، حكايه لذيذه قوي كان لسه حصل معايا قريب على تويتر، ان انا كنت كاتب ايه يا ربي، لا دخلت متاخر بكتب عن حاجه، بعد يقول لي انت ازاي ما تعلقش عن الموضوع كذا كذا كذا، وانت ده انت المفروض انت بتقول لي الاخبار ومش عارف، قلت له اولا انا مش هنا، مش جهه صحفيه بتنقل الاخبار، ده انا ده اكونت شخصي بكتب عليه رايي، تاني حاجه انت ما افترضتش ليه انا سايق، انا سايق العربيه، هو افترض ان انا بقى مش عايز اتكلم في الموضوع، وقصص كبيره، فساعات الناس بتفترض حاجه مش موجوده اصلا، وساعات العكس، ساعات بتبقى حاجه ما احنا مش عارفينها، بس انت مش هي مش قدام عينيك، فانت بتفترض شيء مختلف، انا مش هقدر اقول اي حاجه اكتر من في الموضوع يعني، مش قصدي مش هخبي، لا اقصد في النهايه فعلا احيانا بيكون في حاجات احنا مش عارفينها، وفي احيانا بيكون غلط، واحيانا بيكون قرار متهور، احيانا يكون في مصالح شخصيه، في 100,000 حاجه ما تقدرش تحكم على معاني. عموما يعني علي انت نورتني، تمام، واشكرك يعني على المداخله حبيبي شكرا. حبيبي، مع السلامه. طيب انا يعني اعتقد، فانا قريت كده سؤال عن عبد الرحمن مجدي،
عبد احمد عبد الرحيم يا عم عطى، سيب الراجل يتكلم، والله سايبه يا احمد، انا ما قلتش حاجه. شفت كلام عبد الرحمن مجدي؟ انا عبد الرحمن مجدي مقتنع ان هو لعيب كويس، بس هو نفسيا محتاج معالجه نفسيه معينه. لكن لا يبدو ان الاسماعيلي عايز يسيبه الا مبلغ كبير جدا، كل الاحترام طبعا للاسماعيلي ونادي كبير ويهمه انه يحافظ على لعيبه. لكن انت على فكره بمناسبه، لو انا لو حد قال لي بالنسبه، لو انا مثلا مساهم في القرار في الاسماعيلي، انا اول واحد من الاثنين اللي بيعهم ابيع باهر، ما بيعش عبد الرحمن. انا باهر شايف ان هو واخد اكبر من حجمه، عبد الرحمن ممكن يجي منه، لكن ممكن يتباعه كمان. الاسماعيلي يبني فرقه كامله، رغم ان انا مثلا في فالنسيا ما بحبش يبيع اللعيبه، بس في احيانا في لحظه انت مش عارف تطلع اللي انت عايزه من اللعيب وجاي لك في رقم ممكن تبيعه. لكن انا لو قلنا ان عبد الرحمن نفترض يعني انه موجود في الزمالك، هو ممكن يبقى مفيد، بس هيبقى لعيب عمق تشكيله، مش لعيب اساسي. يعني هو لعيب كويس في رايي، يجي منه بمعنى صح، يجي منه، مش لعيب كويس، يجي منه ويبقى خامه كويسه. لكن لا يبدو ان ده قائم حاليا، والاسماعيلي كويس انه يحاول يحافظ على لعيبته. يعني الاسماعيلي برضه يهمني امره عشان خاطر تستمر الامور. طيب اخر حد هوافق نعمل اكسبت ليه وبعد كده نقفل بقى عشان خاطر ما نطولش على الناس. اتفضل يا اللي انا دوست عليك، نسيت الاسم بصراحه، مش فاكر مين، مش فاكر الاسم. لو محمود محمد، محمود عبد الرحمن، اتفضل يا محمود لو انت موجود معانا عشان خاطر نقفل اللايف بعدها على طول. يعني اتمنى تكونوا انبسطتوا في اللايف، اتكلمنا شويه على الماتش، اتكلمنا عن حاجات بخصوص المركب بتاع الزمالك، اعتقد كان الدنيا مش وحشه وروعه، كان كويس فعلا. انا قريت كومنت بس راح مني الاسم. ازيك محمود؟ محمود ازيك؟ السلام عليكم. عايز اعمل كده، عامل يا حوده؟ يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ممكن تعلي صوتك شويه يا حوده؟ انا اسف تمام. يعني كمان كده. انا كنت موطي الصوت في السماعه انا فمش واخد بالي. خالي كمل. طبعا انضم معاك طبعا النهارده، وكان نفسي طبعا ان احنا نبقى كسبانين يعني، بس للاسف بقى حظنا الحمد لله وحش قدر الله النهارده. شفاعة، طبعا معلش مش هفهم، خط يعني. هو هو انا طبعا حاسس ان في يعني عايز اقول قبل ما تتكلم محمود انه حاجه بس فكرتني بيها، انا كزمالكاوي مثلا لو خيرتني ما بين السوبر بتاع لوسيل والسوبر بتاع مصري اللي هو قدام الاهلي، احب ان انا افوز بالسوبر، رغم ان انا عارف انه مش ضروري عشان انا خسرت لوسيل اكسب التاني خلاص. بس اصلا لو صح. خيرتني بالتاني ممكن اخسر الاثنين في النهايه، ده وارد جدا، وممكن حد يقاطع دي دلوقتي يعمل تنتنت لما الزمالك يخسر قدام الاهلي، وده عادي برضه يعني من ضمن المشاكسات، بس في النهايه اقصد يعني قضى اخف من قضى زي ما بيقولوا يعني. كمل يا محمود. فعلا ده حقيقة. انا عايز واحد، انا والله مش زعلان يعني، مش زعلان اللي هو الزعل. طبعا زعلان ان فريقي بتخسر، بس يعني مش زعلة اللي هي ايه يعني. لا، اللعيبه مريحه طبعا، موسم مجهده جدا طبعا، خدت فتره راحه، مفيش غير تمرينتين قبل الماتش. طبعا نواقص كتيره جدا في الفرقه طبعا، يعني كتر خيرهم برضو ان هم عملوا المجهود ده. لعيبه قدام لعيبه محترفه، كتيبه لعيبه محترفين، فرقه الهلال بتلعب تلت ماتش ليها في الدوري السعودي. لا يعني احنا لا يعني برضو في ده بيحطنا برضو على التراك ان احنا نمشي. ممكن يكون في تغييرات من فيريرا النهارده، مش موفقه ان هو ابتدى الماتش مثلا بشيكابالا، كان ممكن يبقى شيكابالا تقل دكه شويه في الشوط الثاني. كنت مين بس شايفه يبدأ؟ يعني نداي؟ نعم، نداي؟ كنت شايف ممكن راي، ممكن ابتدي بيوسف اوباما شويه يوسف يعني ايه أوباما يبقى ممكن ولا يعني، يوسف أسامة نبيه هو قصدك؟ يعني مش هتفرق بالنسبه لي. تمام. بس والله بص في الحته دي بصراحه محمود، زي ما تقول كده يو نيفر نو، يعني دايما في التدريب احنا برضو واحنا بنحل، احنا بنحل ما بعد الحدث، فانت برضو ممكن كنت تقول هو ماشي كبالة كان ماشي كويس بعد لو ما كانش لعب. نداي ليه استعجلت على نداي؟ لعبت بيه انا ما الاول، بقولش، ما تعرفش، ما انا تعرفش بقول يعني. تقيل الدكه. انا انت حضرتك فاهم قصدي ازاي، ان احنا ايه تقيل الدكه، ان انت بتقيل الدكه يعني ان انت بقى معاك خيارات اوبشن، ان انت مثلا ايه لعيبه. اصلا انا ما اقدرش احكم على مثلا ابراهيم. طبعا لمساته وبتاع ونزل، زكريا الوردي برضه لمساته يعني كتر خيرهم، بس انا بتكلم في ده اول ماتش برضه بالنسبه لهم، عايز اكافئ اللعيبه مثلا اللي كملت معايا الموسم اللي فات. ما احنا يعني احنا واخدين 2 دوري باللعيبه دي، يعني احنا خدنا 2 دوري باللعيبه دي وعملوا مجهود والكلام ده كله، وجت فتره راحه برضه عشان اريحهم وارجع انزله بماتش زي النهارده، ماتش تقيل في قدام 70 او 77 الف متفرج بالناس كلها بتتابعه ومش عارف ايه الكلام ده كله. فلا يعني برضه ضغط عليهم، في لعيبه صغيره كتيره يعني برضه ما تستحملش الضغط ده. بجانب بقى انا طبعا شفت بقى الحفل المعموله طبعا طبعا، يعني هو انا مش فاهم، هو ماتش ودي ولا ماتش رسمي؟ طب انتوا بتشمتوا فينا؟ طب يعني ده عادي جانب. عادي، جانب دي مش شكسات في الكورة محمود، ما في، عادي انا فاهم عادي اللي عادي. انا بقى بتكلم عليه بقى اللي هم الزملكاويه نفسهم بقى،
يعني الزملكاويه بقى يعني تشاؤم، ولا الموسم، لا احنا عايزين الاداره. طب يا جماعه، طب انا عايز افهم، هو مش الاختيارات دي بتتم عن طريق في راجل اسمه مدير فني جه واحنا قلنا فيريرا والله ده هو في نايم نظرية مجال؟ اللي بيعترض ساعات، نظرية بتقول ان هم يعني بيحد الناس بيتم الترويج ان هو المدير الفني، دي اختيارات المدير الفني، لكن هي مش اختياراته ولا حاجة، وهو بس بيتعرض عليه 2 ولا 3 يقول له ده اللي متاح وبتاع. فانت هي دي الاعتراض، لكن هو ما اظنش ان هو بيقول انه ان يعني هم مش مقتنعين المدير الفني هو اللي اختار اصلا، يعني فاهم؟ عشان تفهم ده انا بحاول ارد بالنيابة عن الناس، يعني النيابة عن الناس دي يعني صعبة طب نظرية، احنا سواء انا بقى ماشي، مش ضروري اكون انا ما اللي في نفس انا فاهم النظرية. حضرتك مش يعني ايه، مش بترد عن الاداره، او بترد ان لا، او في الجهه المقابله عايز تعرفني الفكره بتاعت الجهه المقابله او الطرف المقابل. هو اللي انا قصدي ان هو يعني احنا بنستعجل ان احنا نحكم على الوضع اللي احنا فيه. يعني انا شايف ان الماتش يا جماعه ده ماتش مش رسمي، اللي هو بيدخلني بطوله مثلا اللي هي انا بحلم بيها. مثلا انا عندي لو خسران بطوله افريقيا في نهائي اقول لك اه لا، يبقى ليه حق ان انا ازعل بالوضع اللي احنا فيه. وبتلعب لكن احنا الفوز مستوى أعلى من أفريقيا أصلاً، مستوى اعلى وأنت بقى. لسه بادئ. وبعدين الله ينور عليك، يعني احنا بقالنا فتره، يعني احنا بنتكلم ان احنا عندنا موسم طالعين بيه، يعني ونقول ان ده موسم اعجازي. ما هو موسم اعجازي باللعيبه اللي انت كنت شايفها دي، وشايف وكنت بتحكم على فيريرا ان هو راجل، يعني خلاص ده الراجل ده عمل بيعمل من الرمله ذهب. فليه انا برضو استعجل ان انا احكم في ماتش زي كده؟ يعني انا يعني ازعل ان فريقي خسر، بس ابني بقى للي جاي، يعني ابني للي جاي واشوف ان شاء الدنيا الله. فيها ايه. انا برضو لا انا موافقك انه الزمالك يعني مفيش داعي للافواره بخصوص الخساره، انت خسرت في نهائي ركله ترجيح حتى، يعني المبالغه شوف كل ده وانت في النهايه خسرت ركله ترجيح، لكن مفهوم انه برضو كويس المباراه زي كده تعالج لك اخطائك. طبعا محمد محمود انا مبسوط يعني شاركت معايا، انا اشكرك حابب حبيبي، اتقاطع حضرتك، وان شاء وقال لك الله انا يعني دي المره متاكد الجايه انها لايف نبقى نروح. لا انضمت خالص لآل ولا عطا، حاجه يعني انا متابع ليك، وبصراحه لحضرتك حبيبي، والعلاء ومن اشد، يعني طبعا ناس محترمين شرف الواحد ليا، اتشرف بيهم، ربنا يخليك، ميرسي ومايكل الزور وكلكم يعني من الزملكاويه المحترمين، يعني حبيبي يا متشكر حود، جدا. ميرسي ميرسي. شكرا طيب شكرا جدا، حبيبي، انا قبل ما مع ادخل السلامه. محمد حافظ زعلان قوي ان انا حمد، انا عملت لك وفيت على اللي بتش معاك في الاول، انت اللي ما قابلتهاش تقريبا. بالنسبه لحاسم عايز ارد على حازم حسام قبل ما نخش، حازم بيقول من الاخر كده الزمالك ملوش هيبه، والله العظيم الاهلي حاليا اقل من الزمالك بكتير، ولو كان لعب مع الهلال كان الهلال هينزل بخطه دفاعيه من الرعب من الاسم او من الاهلي سيء جدا. انت ممكن يكون كلامك صح بخصوص مثلا الاهلي حاليا اقل من الزمالك او الزمالك مش هيبه، دي وجهه نظر، لكن الثانيه دي هي من وجهه نظر برضه، بس انا مش هقبل الكلام ده. الهلال ليه هينزل بخطه دفاعيه قدام الاهلي؟ يعني ايه اماره حاجه زي كده؟ ليه الهلال هيلعب مباراه دفاعيه بشكل دفاعي قدام الاهلي عشان خايف من اسم الاهلي؟ مش منطقي الكلام اللي بتقوله ده حازم، عشان كده ده رايك، لكن كلام غريب بصراحه. الزمالك ليه هيبه بالمناسبه، والاهلي ليه هيبه، فرق افريقيه ليها هيبه، وكتير فرق بتكسب اصلا وهي بالسمعه، يعني الزمالك كسب الترجي، ما ننساش ان الزمالك كسب الترجي السوبر، مش كان ليه هيبه ولا ملوش هيبه؟ فمش عارف عجبتها منين دي. ممكن يبقى الاهلي بالفتره اللي في السنين اللي فاتت لانه بقى في افريقيا كان ليه نجاحات كبيره، صنع اسم اكبر في القصه دي، ده وارد ممكن، لكن انت وصلت المبالغه تقول ان الزمالك كان هيلعب بخطه دفاعيه، فده بصراحه كلام غريب. تعالى بقى نشوف محمد حافظ عشان ايه شكله زعلان مني. طب انت محمد مش بعت انفيتيشن اصلا، طب هدخلك كده، مش عارف اذا كان ينفع اصلا ادخلك انفيتيشن كده ولا لا، لو ما ينفعش يبقى سامحني بقى. طيب سسبند مش عارف بين كومنت، لا طبعا ماشي، اسك محمد تو جوين، تعالى محمد لو هتعرف تخش اعمل اكسبت قبل ما نمشي يلا، عشان اصلا البطاريه بتاعت الموبايل هتقفل، الناس كلها بتضحك مش عارف ليه بصراحه، بس يلا مش مشكله. ازيك يا محمد؟ تمام، الحمد لله بخير. انت زعلان مني يا محمد؟ ما تزعلش مني، لا زعلان، بس انا انت بحبك. عمال تقول عايز اخش والراجل بيتكلم، طب انا ادخلك ازاي والراجل التاني بيتكلم؟ يعني المفروض معلش يا عش. يمكن اسف غصب عني، معلش. ولا يهمك يا محمد، اتفضل يا بص محمد عايز انا تقول ايه؟ عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا والله. اتفضل. احنا النهارده كان في حماس وفي روح وفي خطه، احنا معانا مدرب، بس في بروفايل لعيب احنا محتاجينه. فكره ان يكون في لاعب بيعرف يدافع الكوره، احنا ما عندناش لعيبه خالص. الكلام ده سياسي بقالنا يعني مثلا قصدك؟ 3 سنين. وجود لعيب مش بيقف على سنة الكوره ونص، ممكن سنة يكون ونص. هاب او رقم 8 في 4 3 3 او فيرود كويس. حتى ايجالو كان بينزل ياخد الكوره ويستنى بقى 3 4 ثواني يكون موافق، في ناس جايه من بعيد ويقدر يحط الكوره تحت جاله رجلهم خطة عظيمة والكوره جدا، تكون موجوده. ما سيف حتى او ميسي، حد يحط سيف الكوره تحت رجله.
فكرة ان اللاعب بيتحرك من غير كورة عشان يعمل لك رؤية في الملعب لا او وجود ثانية يا لعيب زي عبد الله السعيد. ثواني يا محمد، احنا لا مش بس عندنا عشان حاجة انت زي دي. ما تقعدش تجري في المراكز، قلت 8 قلنا صح اساسي، وانت بتقول عبد الله سعيد موافقك برضه، بس ايجالو مش بيتحرك بدون كوره كويس قوي. هو سجل، مقصود اللي بيتحرك اسمع اجاله، بس، انا ادي اقصد فرصه، ادي فرصه، اللي بيتحرك بدون ان كوره يكون كويس في، سيف كان كويس، لكن سيف ما بص بيعرفش انا عايز يسيطر اقول على لك الكوره. حاجه والله طب اديني العظيم، فرصه، سيف ده ضعيف جدا. سيف ما عندوش قدره يسيطر على الكوره تحت ضغط، دي مشكلته، مشكله كبيره، والتهديف. لكن سيف بيتحرك بدون الكوره كويس جدا، بيقطع حلو جدا وبتاع. فكان ايجالو طبعا في الحته دي عظيم، فكره السيطره على الكوره، وان هو يمرر البدايه من خلف، وعمل واحده مع مهيجه خطيره جدا. فدي طبعا قصه، يعني احنا محتاجين طبعا لعيبه تسيطر على الكوره اكتر، مفيش كلام. كمل. جميل الكلام ده بقى. انت عندك الخط الخلفي في نص الملعب وحتى الخط اللي قدام. انا زيزو لاعب مجتهد، مجتهد جدا، بس فكره ان اللاعب اللي يكون عنده رؤيه ده وجوده مهم جدا في الملعب. احنا الهجمه بتاعتنا بتقف بعد حوالي 8 ثواني، 8 ثواني من خروج الكره الهجمه بتقف. لو راحت لحد من ال 11 لاعب، مفيش لاعب عارف او عنده القدره انه يحط الكوره ويبص قدام، يبص يمين يبص شمال، انا هعمل ايه في الكوره؟ احنا ما عندنا دي حاجة احنا حتى امام محتاجينها من عاشور ساعة رحيل ساسي، لأن ده مباشر ساسي. أكتر. بص هنتكلم عن ساسي لان ساسي اكبر من الدوري المصري كله. تمام، ما احنا يعني بنلعب فكره بنلعب كفريق مباشر أكتر، بنضطر نلعب بشكل مباشر أكتر عشان ما عندناش اللعيب بيعرف الكورة. طب أنت بتقترح إيه يا جميل، محمد؟ بتقترح إيه؟ بس اللعب المباشر ده مش دايما هيجيب له بطوله. ماشي، ما أنا هقول لك بتقترح إيه بقى؟ انا بقترح ان احنا لازم نجيب، انا دلوقتي انا كفريق جبت زكريا وعندي امام وجردت الرؤى صح؟ تمام. اذا انا دلوقتي المفروض ادور على الحاجه اللي ناقصاني. ايه اللي ناقصني؟ انا اشرف مشي، اشرف الوحيد اللي لما كرة تجيله تحس ان في خطوره، تمام. بيرفع راسه بيرفع عينيه بيدور مش حتى لو الوحيد اللي وحش. تحس فيه خطوره، لان زيزو بتبعات كرة فيها خطوره، قصدك الوحيد اللي بيسيطر على الكوره وبيقف عليها وبيتحرك بيها وكده، تقصد كده؟ كمل. بس زيزو لا بيلعب لعب مباشر شويه، تمام، لكن زيزو لما بيكون وحش بيكون وحش خالص. انما اشرف حتى لو وحش بيبقى عنده رؤيه في الملعب، انت بتطمن الكره معاه، انت متاكد انه هيعمل الصح. طب انت برضو يعني عندك رأي، عايز بتقول يعني بناء على كلامك عايز الزمالك يجيب جناح بيقدر يسيطر على الكورة، بينقل الفريق من انا نص الملعب ده لنص الملعب عايز ده. لعيب، عايز لعيب زي محمد هلال. محمد هلال لعيب جامد جدا. عايز لعيب زي صالح جمعه، لعيب جامد بس جدا. محمد هلال لعيب مباشر برضو، مش محمد، مش لعيب بيقف على الكورة كتير يعني وبيتحرك، لعيب ما هو كويس. بالنسبه لي الدوري المصري محمد هلال لاعب رائع فيه. احنا مش هنتكلم بقى عن النهارده. سلمان لو كان بيلعب في فريق زي الزمالك، سلمان النهارده كان لاعب صانع العاب، لا راجل سلمان ديفندر ده لعيب بتاعنا. كبير طبعا، مفيش كلام، مفهوم. لا هو مش ديفندر، الديفندر كويار، سلمان يعتبر لعيب رقم 8، بس لعيب رقم 8 اللي تحت اللعيب رقم 8 الثاني اللي هو كاريو. بس في ايوه حاجة، انت في النهاية احنا بنتكلم على القماشة اللي قدامنا دلوقتي، مين اللعيبة اللي انت بتقترحه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية اللي كنا بنتكلم فيها هي، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب، مش مذاكر، مين لعيب تقترحه؟ طيب احنا مشينا محمد ابراهيم ليه؟ بس انت قلت صالح جمعه، وصالح جمعه ما بي... مش اساسي حتى في السيراميكا بدنيا. ممكن محمد، محمد ابراهيم ممكن اعتبره اقتراح يعني، لكن صالح جمعه طب لعيب انا عايز بيلعب اقول لك مليون حاجه، ساعه. عايز اقول لك حاجه. بص انت اديني لعيب كويس، لعيب عنده امكانيات كويسه، واحطه تحت ايد مدرب كويس هيبقى لعيب مبهر. طبعا. مين جميل. طيب اللي هو مفروض انا صالح ممكن جمعه؟ اللي زي محمد ابراهيم يبقى مبهر معاه. محمد ابراهيم ممكن يبقى كويس، لكن صالح جمعه لعيب اصلا مش دماغه مش في الكوره، لعيب بقول لك بيلعب ربع ساعه مع السيراميكا بالعافيه، والله بدنيا بص متاهب انا يا محمد. دايما مقتنع ان الشخص اللي بيلعب كوره يقدر يلعب كوره، اما الناس اللي عندنا، احنا عندنا ناس يعني بصراحه ما فيش كوره. يعني انا اشتري اسلام جابر ليه؟ اجدد لاوباما ليه؟ لا عندي دي حمزه لعيبة، المسلوسي ليه؟ حمزة مسلوسي شرحت، والله حمزة مسلوسي شرحت ان هو بس حظه ان في اللحظة دي احنا عندنا عقود مستمرة، وان الزمالك صعب جدا، ده تخيلي انا مش بدافع عن حد، بس تخيلي الزمالك صعب جدا يدفع فلوس في 5 محترفين جداد، ده رقم كبير قوي على اللعيب، تخيلي. بس برضه حمزة مسلوسي ممكن ابيعه واجيب لعيب تاني، يعني لو عندي بيعة ليه، لكن انا اشك ان في بيعة مناسبة ليه، خاصة إن مرتبه مش صغير، حمزة أظن 1,200,000 حاجة كده، ده رقم مش قليل يعني، أنا ممكن لو بعته أبقى أنا خلصت من مرتبه، وبالرقم ده زود عليه شوية المرتب ده أروح أشتري لعيب تاني.
لكن ربنا يكرم. انا لا اشك انه الواقع يمكن حمزه المسلوسي واحد. بيقول ان حمزه المسلوسي لما نيجي نلعب السكواد بتاعنا هيكون كامل، اكيد الديفندر اللي انا جايبه من بره هيلعب، وبالتالي افغان هيلعب مكان حمزه، انا مش محتاج حمزه خالص، وحمزه مش هيلعب اصلا ومش موجود في ال11. انا ما قلتش لا، بس بقول في حاجه اسمها برضو عمق التشكيله. طب احمد بيجو بيقترح بيقول احمد غنام محمد، ناس كتيره بتشكر في غنام بالمناسبه، بس غنام اظن في فيوتشر برضه، في غنام فيوتشر قفل الدنيا، قفل الدنيا خلاص خلاص يعني. انا كان نفسي محمد، انا ليه ما اقترحتش محمد رضا بوبو اللي كل الناس شايفه ان هو لعيب ممكن يفيد الزمالك فعلا، لان خلاص فيوتشر ضايع علينا كل حاجه، حتى عمر كمال عبد الواحد. احمد ياسين مدافع مش في... لا مش مبهر قوي بالنسبه لي. محمد رضا بوبو نفس القصه، الياس جلوسي لعب كويس، بس انا شايف ان الزمالك يستحق جوده افضل من كده. عموما محمد يعني انا اشكرك على عايز اقول لك حاجه كلمه، قبل ما اقفل، قول لي حاجه يا معلم. الناس اللي بتتفرج عليك وانت على القناه بتاعت اون سبورت بيشوفوك شخصيه مثاليه جدا، ما بيشوفوكش وانت قاعد في المدرج بتشجع الزمالك. اه معلش بقى، ما هو ده طبيعي ان لازم واحد يفصل بين شغله وبين عاطفته وقلبه، ودي حاجه الناس للاسف فشل ان هي تستوعبها. يعني انا بروفايلي الشخصي ممكن مره لقيت صفحه كده واخد سكرين شوت، ما اعرفش مين، انسان خاين للامانه كده، واخد سكرين شوت ليا وانا بتكلم بهزر مع اصحابي عادي، فكاتب كومنت لصديق ليا ومش عارف ايه، شوف ده اللي بيحل يا جماعه، دي ده صفحه انا بتكلم فيها، ما كلنا مثلا بنشتم وكلنا بنعمل ده طبيعي يعني، انا بني ادم، لكن اهم حاجه طول ما انت شايف مني انسان بروفيشنال على التلفزيون بتكلم. انا اعتقد حتى معاكم هنا بتكلم على الاهلي بشكل عادي، لما اشوف حاجه كويسه بقولها عادي، اسمها ده تحليل، في حاجه اسمها ضمير يعني. وقلت قبل كده انا لا عمري لا ما لا حاجز كويس عشان خاطر الزمالك، لا انا بقول اما بخصوص بقى القلب والعقل ومشجع، فالناس عارفه ان انا زملكاوي متعصب، لكن يعني خلي المدرج للمدرج، وعارف دعم ما لقيصر لقيصر، فسيب المدرج للمدرج والتلفزيون للتلفزيون، وادينا بنحاول نفصل بين الاثنين قدر الامكان يعني. على العموم، احنا عندنا ناس كتير جدا 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 بتطلع تتكلم على لايف، بس في العموم ناس قليله قوي قوي قوي، ممكن يبقوا اتنين او تلاته بيتكلموا كوره بس، انت منهم بصراحه اللي بتتكلم كوره حبيبي بس، عشان كده ربنا يخليك يا حبيبي، اللايف بتاعك كله بيتسمع، ما فيش بقى خلاص. انت بتقول اخبار وهنعمل كل الكلام ده، اه ملوش لازمه. لا برضو الناس اللي بتقول فئه اخبار الناس دي اللي ناس ليها احترامها، واكيد بتفيدنا كلنا، حتى كلنا عايزين نعرف الاخبار، بس هي بس في الناس اللي بتعمل كذا يكشف المستور والعناوين كده الصارخه، عارف انت تحس تتفرج كده على الاهرام المسائي زي ما لو يكشف المستور ويفجر القنابل بتاع، فاللايفات دي انا عارف اللي انت تقصدها دي. حبيبي يا والله محمد، مشكلة بين أهلي أو بين زمالك، الناس اللي هي طالعة تتكلم وبيجيب نسبة مشاهدة، ما بيجيب نسبة مشاهدة بسبب جهلك، ما هو أنت بسبب قاعد الناس. اه بتتفرج عليه للأسف معلش، وبتسمع حاجة ملهاش لازمة. يعني أنا أقول لك، في واحد يقول إحنا هنكشف اسم مدير الفني النادي الأهلي وخلاص، والناس بتدخل تتابعه، تاني يوم يروح جاي كاتب قايل إيه؟ إحنا النهاردة هنكشف أسرار الفني ما جاش. لا ما ده قصص كتيرة، ده قصة طويلة يا محمد، الموبايل هيفصل فأنا لازم أقفل معاك، معلش سامحني، لكن أنا انبسطت والله بالكلام ماشي معاك، وأشكرك على رأيك يعني، ده حاجة على راسي والله حبيبي. سيبك على خير، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. محمد أحمد قبل ما أقفل بيقول إيه رأيك في زناري؟ مدافع الجيش كويس، مدافع كويس ممكن جدا ينفع، لكن أتمنى والجيش يعني فريق اعتاد الزمالك انه يجيب منه علاقات كويسه، فده شيء مهم. بس انت ده لو على كده يعني، الناس هنا حاليا في اللايف رايقين خلاص، احنا بنشوف في كل حته وناس بتتكلم عادي، فالدنيا عادي، ده كده اللايف لذيذ خالص يعني. بس انت خلاص يا محمد، اصحاب الوجه بتنهار. بس يعني انا مبسوط والله، ولا شجعتني اكتر المره الجايه باذن الله نكمل اللايفز دي بعد كده نعملها اكتر، وحتى في اوروبا ان شاء الله برضو بكره في جوله اسبانيه حلوه جدا هتتلعب، هتبدا بقمه هذه قمه اوروبا ما بين فالنسيا ورايو فايكانو. فطبعا يعني يوم من الصبح بدري، وكمان دي حاجه كويسه، البريمير ليج مش موجود، فيعني حسوا على دمكم اتفرجوا على الليجا شويه بقى، مش كل شويه البريمير ليج والفانتازي بتاعكم اللي دننكم ده، حبيت تتفرجوا شويه على الليجا واستمتعوا بكره بوجبه ليجاويه دسمه، طبعا مع كامل احترامي للكالتشو والبوندس ليجا برضو دورات محترمه ممكن تتشاف بشكل كويس قوي. وبس يعني هارد لك للزمالك، الحمد لله على كل حال، برضو في النهايه انت خرجت خسران بالمتعادل يعني، خسران بركلات ترجيح بعد التعادل، فده يعتبر مش حاجه كارثيه، حصل خير،
اهم حاجه انت برضو حتى وانت بتخسر بتخسر نتيجه مش سيئه يعني، لكن نتمنى طبعا دايما اشوف الزمالك بيكسب، وبدايه مباراه السوبر قدام الاهلي طبعا منافس مهم وقوي، واهميه المباراه دي كمان جايه من ان الاهلي نفسه عايز يستغلها فرصه ان هو يرجع تاني يبقى نفسيا ضد، يعني هو دلوقتي نفسيا الزمالك اعلى نفسيا، فممكن حاوز الاهلي يحاول يعيد تكرار تاني السوبر بتاع الكهرباء اللي لما ضيع ضربه الجزاء دي، فيحاول ان هو يرجع تاني في المنافسه او يرجع تاني نفسيا، فالزمالك يهمه انه يكمل هو متفوق نفسيا مع الاهلي حاليا، فهتبقى مباراه صعبه، هتبقى مباراه صاروخيه جدا وناريه جدا ما بين الفريقين يعني. احمد بيجو هحاول اخلي لايف، بس مش كل يوم دي صعبه شويه، لكن حاول اقل تقدير في ماتشات ايام الماتشات هحاول اخليها، وربنا يكرم يعني. انا مبسوط معاكم، وزي ما قلت لكم اعملوا الانجيجمنت المطلوب، لايف قصدي لايك لاف شير كومنتس، شاركوا اتفرجوا، ودي هتساعد ان اللايف ده ينتشر عشان خاطر واحد يتشجع، لانه بعد ساعات بيجهد نفسه فتره طويله قوي، وفي الاخر اكتشف انه مثلا فيو ما عملتش رقم كويس، فساعتها بيحبط يعني. اشوف الحمد لله، انا اسف كلمه مش قصدي حاجه، انتوا على راسي كلكم، وانا محتاج كل واحد فيكم دايما لتشجيعي، وانه انا ما حدش بيتكلم هو عشان الناس يسمعوه، بس انا الحمد لله عندي يعني خلاص بشتغل في التلفزيون وكده، بس ما زلت احب ان انا معاكم دايما على الانترنت، لان هو دايما المساحه السهله واللي فيها حريه، فالواحد مش محتاج يعني شغله الحمد لله سامح له ان هو يشتغل في التلفزيون، بس مع ذلك انا بحتاجكم انتوا، احب ان اكون معاكم، فساعدوني انا استمر في القصه دي وربنا يكرم. امتى مباراه السوبر؟ هتبقى 28 اكتوبر على ما اذكر، نهايه الشهر الجاي صح، 28 اكتوبر ولا امتى؟ اظن كده 28 اكتوبر قبل بدايه الموسم الجديد على طول، فخلينا نشوف، او هو بدايه الموسم امتى والله ما فاكر يعني، هو في النهايه في شهر اكتوبر، بس امتى في نهايته او في نصه مش فاكر، وات ايفر يعني، ده انا اعرف اكيد باذن الله. بس انت انا افهم، بس انت عايز نعمل ايه؟ وانا هعمل على طول والله، بس مش اعمل ايه، لايك شير سوي سبسكرايب، لا طبعا ده على اليوتيوب، لايك شير مش اكتر يعني، او اتفرج على الفيديو كل ما بالمناسبه، اللي بيطول في الفرجه على الفيديو اكتر ده بيزود من اهميه اللايك بالنسبه للفيسبوك، فبتطور طبعا، ما تقعدش تتفرج غصب عنك، بس اقصد لو قادر ان انت عندك وقت تتفرج وانبسط يعني، اكيد مش هتعملها تشاريتي يعني، مش هتعملها جمعيه، مش هتفتحها جمعيه خيريه، لو انت مبسوط خليك على المبسوط معايا عشان انا اكون دايما مبسوط معاك. يلا اشوفكم على خير، باي باي.